أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه أمر غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسلك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح بدأ بسلام منا وبركات عليك وعلى سنودعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى آد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا تروك بعد آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تدرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا، ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك آل جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأنبئوا في هذه الدنيا لنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لآد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله
فاستغفروا ثم توبوا إليه. ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما بمؤمنين. إن نقول إلا تراك بعد آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جهلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأنبئوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا عادا كفروا ربهم. ألا بعدا لآل قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا هنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت
على بينة من ربي وآتينا وأتى لي منه رحمة فمن ينصرني من الله إن نسيته فما تزيدونني غير تنصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن يومئذ إن ربك هو الغني والقوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تقم إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب قالا يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم وجاء البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لعليم أواه منيب يا إبراهيم أرد أن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون
السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولن تنزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بلادك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مندود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المياه والميزان إن أراكم بخير وإن يخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المياه والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تمشوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ذنوب ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أولنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم وخالبكم إلى ما أنهاكم أن إن أريد إلى الإسلام تطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم.